السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم. وياكم اليوم الكرد شلون تعرفه وشون أكو تمرين اللي هو يعلمك كيف تقسم ويعلمك نفس الوقت كيف تغني. يعني هذا التمرين للعود وتمرين للغناء أيضا. إحنا عندنا مقام الكرد، طبعا هو مقامات جميلة جدا واللي كثير المطربين اللي عزفوا عليه أغاني على هذا المقام كونوا به نوع من العاطفة وجميل جدا. أعطيكم السلم مالته طبعا. وأيضا عندنا قضية التمرين اللي هي راح تعلمكم. قبل ما أبدي أقول دائما ركز على الدورات الموسيقية، من محاضرات يحب يشترك أونلاين. وهاي الثمان محاضرات هي اشتراك شهري وبسعر بسيط، وبالتالي راح تعلمك كثير من الأمور. هي أما أنت جاي تتعلم غناء، أما جاي تتعلم عود، أما جاي تتعلم نوطة ونظريات وغناء طبعا. وقناتنا احنا مهمة جدا بيها حتى الأطوار الريفية العراقية، وبيها الغناء الخليجي والغناء العربي اللي هاي من ضمن الأمور الجديدة اللي راح تدخل لكم في هذه القناة. الكرد راح يصير عندنا كالتالي. طبعا أول أجناس مالته كرد درة وكرد عصر. دخولنا راح يكون بطيء. Thank you.
بالتقاسيم هسه انا سويت لك اياها عزفتت سويت لك اياها تقدر تغني وراح اسوي لك اياها تقاسيم. تحياتكم وعذرونا من التقصير وانتظركم الدورات الموسيقية أو اللايك والاشتراك وأهلا وسهلا بكم مع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.